من أسئلة الكتاب Solve Problems 25 till 28 and Graph. Problem 27 مدينا double inequality 3x minus 7 less than 14 و greater than or equals to 2. نتخلص من النيجاتيف 7 نضيف لها بوزيتيف 7، وطبعا نعمل نفس الكلام مع كل البارتس 2 بلس 7. النيجاتيف 7 مع البوزيتيف 7 يبقى لنا 3x greater than or equals to 9 و less than 21. نتخلص من الكوفيشنت اللي مع الاكس نقسم على 3 يبقى x greater than or equals to 3 و less than 7. يبقى مجموعة الحل ال 3 معانا، حطيت square bracket او نقول bracket till 7، ال 7 مش معانا، حطيت parenthesis. يبقى ده الحل، ولكن محتاجين graphing. يبقى نرسم النمبر لاين نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي زيرو، الثري معانا استخدم براكت، السيفن مش معانا بارانثيسس، وكل الانترفال نعمل لها تظليل هاشينج بحيث نقول ايه الانترفال اللي داخله ضمن الحل. Problem 27 another double inequality 5x plus 6 less than 21 و greater than or equals to negative 4. عندنا positive 6 نضيف لها negative 6، ونفس الكلام نعمله مع الرايت بارت والليفت بارت. السكس تكنسل النيجاتيف 6 يتبقى لنا 5x greater than or equals to negative 10 و less than 21 minus 6 15. نتخلص من الكوفيشنت اللي هو 5 اللي مع الاكس، يبقى x greater than or equals to negative 2، لان negative 10 تقسيم 5، 15 تقسيم 5 3. يبقى مجموعة الحل او السولوشن 6. النيجاتيف 2 معانا حطيت براكت، الثري مش معانا حطيت parenthesis، وده على شكل انترفال وعايز جرافينج. بنرسم النمبر لاين من نيجاتيف انفينيتي للانفينيتي زيرو، نبدأ من نيجاتيف 2 والنيجاتيف 2 معانا حطيت براكت للثري، والثري مش معنا حطينا parenthesis، ونضلل الانترفال بين الرقمين عشان نعبر عن السولوشن ست.